الاستاذ صفوت حجازي بيقول علينا ان احنا سرقنا المنصه بتاعتهم بتاعت الاخوان وعملنا عليها، وقاعد بيفضحنا على الفضائيات وعلى القنوات ان هم مش عايزين يشيلوا المشير. ليه المشير يتشال؟ ما يصبروا شويه. انا بقول للاستاذ عصام شرف لو هيسمعني في اللقاء ده بقول له اتق الله في الشعب المصري والناس الغلابه، ما لكش دعوه بالائتلافات ولا الاحزاب، انت راجل داعيه وبتقول يا رب. شوف الناس الغلابه وشوف الناس اللي في الميدان، مين اللي واقف في الميدان؟ مش عايزين لا احزاب ولا اخوان ولا ده ولا ده، الناس اللي ملهاش اي مصالح اللي هي الشعب العادي هو اللي هنا في الميدان. ومش مهم يكون كام، مش مهم يكون 1000 2000 3000 مليون مليون مليونين، المهم ان ناس بشر بشر عايزه حقها وحاسه بالظلم. والاستاذ المشير، هقول الاستاذ مش هقول سياده القائد ولا سياده اي حاجه، انا ما بيهمنيش اساسا، ده بشر بشر ومش عادل، بشر وظالم، هم ظلمه. ما يبقوش كميه ناس 100 او 200 او 300 بيتحكموا في شعب بحاله كام مليون، ليه؟ الظلم حرام، يتقوا ربنا في الشعب، يتقوا ربنا فينا شويه، يتقوا ربنا في الناس اللي مش لاقيه اللقمه تاكلها وهم عايشين ما شاء الله عليهم. بيجيبوا في الاعلام، كل اللي بيجيبوهم في الاعلام دولت تبعهم، وهم واكلين منهم واخدين فلوس ومستاجرين عشان يدافعوا عنهم. لكن الشعب مش عايز المشير، ياخد قوته ويتكل على الله على حدوده. ولو هو انسان مش كويس، الجيش لو هو محترم، لو في ضابط محترم وبيقول حق ربنا وبيخاف ربنا هو اللي يشيله ويقول عليه مش كويس. لكن الشعب عايز واحد مدني يحكمه، مش عايز المشير يحكمه. يحكمه ليه؟ صفته ايه؟ في ايه في الدستور؟ عشان حسني هو اللي ولاه؟ احنا بنقول له كشعب، وانا ست ولو ممكن ياخدني يحبسني يعمل اللي يعمله، بس اقول كلمه حق. ما مش عايزينه، مش عايزينه لانه ظالم، لانه مش عارف الشعب عايز ايه.